منهم ولهم لا عليهم. الإمام علي عملاق العقل والقلب والضمير الذي اخترق بعبقريته حدود كل مكان وكل زمان، والذي وصفه الفيلسوف اللبناني شبل شميل بقوله: الإمام علي عظيم العظماء، نسخة مفردة لم يرى الشرق لها ولا الغرب صورة طبق الأصل، لا قديما ولا حديثا. الإمام علي هذا ليكن فخرنا في غدنا كما هو فخرنا في ماضينا، والنظر إلى الماضي شيء من النظر إلى المستقبل. ما أجدر أبناء هذا الزمان في كل أقاليم الأرض، هؤلاء الذين يمعنون في التعبد لصنم وحش هو المال، وينحرون كل القيم تمجيدا له وتعظيما، ويقدمون له الضحايا من بؤساء الأرض أفرادا وشعوبا. ما أجدر هؤلاء بأن يعشوا إلى النهج السليم العظيم المتمثل بسيرة عملاق العقل والضمير وملجأ المحبة والرحمة والحنان، الإمام الأعظم علي بن أبي طالب، وبكل ما فعله وقاله ودونه، وأن يعوه ويطأطئوا رؤوسهم لصاحبه العظيم. لقد كان علي بخصائصه جميعا، وسوف يبقى في كل عقل قويم وقلب كريم ووجدان سليم، ففي كل إنسان حقيقي وسوي شيء من علي. لا لقوم ولا لدين، هو للناس أجمعين. والسلام عليكم.